جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كم هي البلايا التي يبتلى بها المسلم شيخ صالح؟ لا يستطيع إلا أن ينكر بقلبه، ولربما كان شجاعا فأنكر بلسانه. لعل لكم إضافة شيخ صالح. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجب إنكار المنكر على كل أحد، ولكنه يكون بحسب استطاعته. فالذي له سلطة يغير المنكر بيده ويزيله بيده بموجب السلطة التي أعطاه الله إياها، وذلك كولاة الأمور ونوابهم، فإن لهم السلطة. صاحب البيت أيضا له السلطة على من في بيته. الدرجة الثانية الذي ليس له سلطة، هذا ينكر باللسان فيبين، يأمر وينهى ويبين ويعظ الناس ويبين الأحكام الشرعية، وينكر المنكر بلسانه. وكذلك من إنكار المنكر باللسان أن يرفع بشأن أهل المعاصي الذين أبوا أن يرتدعوا عن معاصيهم، أن يرفع بشأنهم إلى ولاة الأمور، فهذا من الإنكار باللسان أيضا. المرتبة الثالثة إذا لم يكن عنده قدرة على الإنكار باللسان فإنه ينكر بقلبه، يكون منكرا للمنكر بقلبه وكاره له ولأهله، ويعتزل مكان المنكر ويعتزل أهل المنكر. أما إن جلس معهم وبش في وجوههم وأكل وشرب معهم وهو يزعم أنه ينكر بقلبه، فهذا ليس بصحيح، وهذا كاذب، لأنه لو أنكر المنكر لم يؤكلهم ولم يشاربهم. قال صلى الله عليه وسلم: كان الرجل من بني إسرائيل يرى أخاه على المعصية فينهاه في أول يوم، ثم يراه في اليوم الثاني فينهاه، ثم يراه بعد ذلك، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وجليسه وشريبه. فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على ألسن أنبيائهم. وذلك في قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فبئس ما كانوا يفعلون. نعم.